هذه المباراة هو مكافحة كل ما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي من محتويات كتقلل من قيمة المرأة. فهذه الحملة تعاوننا أيضا مع شخصيات اللي معروفة واللي حاضرة معنا اليوم، سجلوا معنا دي فيديو أو دي كابسول فيديو اللي تشاركوا فينا فيها معنا أفكارهم على وضعية المرأة في المغرب، وكذلك تشاركوا معنا مواقف تعرضوا لها وتجاربهم الشخصية. هاد الفيديوهات غيتعرضوا على وسائل التواصل الاجتماعي وغنحاولوا نعرضهم اليوم معنا خلال الحملة ديال 16 يوم لمراهضة العنف ضد النساء والفتيات اللي كتنطلق من 25 نوفمبر اللي هو نهار السبت وكتمتد حتى 10 ديسمبر. واخيرا كنتوجه بالشكر لجميع الحضور معنا، كنتوجه بالشكر للصحفيين اللي كانوا معنا البارح في الدورة الثانية من التكوين اللي تحدث عليه، وكنتوجه بالشكر للشخصيات اللي شاركوا معنا في الحملة واللي وافقوا بصدر رحب انهم يصوروا معنا الفيديوهات، واخيرا الشكر للحضور كاملين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. المساواة ليك أولية، بهذا الشعار اتحاد العمل النسائي له خطوات سنين طوال في الموضوع. مشاهدينا الكرام، معاناة المرأة إشكالية كبرى والنقاش بين مد وجزر. غادي نبدأ الموضوع مع عائشة الخماس، لها مصال طويل في الموضوع حوالي 40 سنة وهي تضحي كحقوقية من أجل المرأة. مشاهدينا الكرام، الآن الاتحاد الأوروبي بشراكة مع جمعية ديال المجتمع المدني الكل يساهم من أجل يوصل صرخة المرأة. كيفاش؟ غادي نشوفوا مع الأستاذة في الأول، أستاذة عائشة الخماس، مسار طويل، كيفاش كتشوف أستاذة بحكم التجربة ديالك ومعاناة النساء، كيفاش كتشوف التصور ديالك وحنا في 2023؟ طبعا المعاناة الآن لم تبقى غير مرئية، أصبحت مرئية، أصبحت فيها أرقام، أصبح فيها أيضا ناس اللي تحدثون، المندوبية السامية، مراكز النجدة، مراكز أخرى اللي أصبحت تعطي تقارير كل خلال الأيام الدولية للقضاء على العنف ضد النساء اللي كتبدا من 25 حتى 10. إذا معاناة النساء الآن أصبحت من مرئية، أصبحت معروفة. ما ينقصنا هو الجدية في مقاومة وفي محاربة وفي القضاء بالأحرى على هذا العنف اللي عمليا لا يتقل كاهل النساء ولا يمنعهن من ممارسة كافة الحقوق، ولكن أيضا هو عبء على المجتمع، عبء على الأسر، عبء على النساء والرجال معا، لأن اللي تيأتيو للمراكز ديالنا ما تيجيوش فقط النساء، يقدمون شكاوي، يأتي مع هؤلاء النساء الإخوة والأباء وبعض الأحيان الأبناء الرجال. فإذا هذا العنف هو له تكلفة كبيرة جدا، تكلفة اقتصادية، لأن كل امرأة معنفة تكلف الدولة مصاريف طبية، مصاريف قانونية، مصاريف أيضا إنسانية بصفة عامة. فبالتالي هذا النوع من العنف يجب أن نتعبأ له جميعا، دولة، مجتمع مدني، حكومة، وأيضا مختلف المنتخبين على الصعيد المحلي، الجماعات المحلية، لأن الجماعات المحلية في العديد من الدول خاصة الدول الأوروبية هي التي تقدم التكفل بالنساء أضحية العنف. أستاذة، كما قلت في السابق 40 سنة وأنت كتضحي في الموضوع، من الطبيعي جدا أنك تواصلتي مع حكومات، مع مؤسسات، كيفاش واش كيكون تجاوب في المؤسسات ملي كتوصلوا أنتم صرخة امرأة في الموضوع؟ طبعا هناك اختلاف، هناك تجاوب وهناك عدم الأخذ الأمر بعين الاعتبار، وكاين هناك حتى إنكار، وكاين هناك من يرمي المسؤولية على النساء أنهن المسؤولات على العنف الذي يصلنه. لكن الآن أصبح مع الحزم ديال المجتمع الدولي، ماشي فقط المجتمع المغربي، أيضا مع تنامي الجمعيات والمنظمات ليست فقط النسائية وأيضا المختلطة، لأن هذا العنف كما قلت مكلف لنا جميعا. فبالتالي الدليل على التجاوب وأنه أننا الآن في بداية إصدار قوانين التي تمنع أو تحارب هذا العنف، وإن كان هناك قانون، القانون اللي احنا الآن اللي صدر في 2018 ليس كافيا لردع هذه الظاهرة الخطيرة، ولزلنا في جمعيتنا وفي مختلف المنظمات النسائية وأيضا الحقوقية وأيضا حتى لدى بعض القطاعات الحكومية والحزبية أننا في حاجة لقانون شامل
يضمن الوقاية والحماية وتكفل وعدم الإفلاس من العقاب. نحن في حاجة لسياسات عمومية، نحن في حاجة لميزانيات، نحن في حاجة أيضا لإعلام ولتواصل يمنع ويجرم جميع أشكال العنف ضد النساء بما في ذلك الإعلام اللي ولا الآن نشاهده ونعيشه باستمرار اللي هو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أيضا محاربة النوع من العنف وتجريمه والمعاقبة والحزم في معاقبته. أستاذ أبقى عندي معك سؤال أخير يتعلق بموضوع اللي الآن كل شيء كيجتهد فيه، مدونة الأسرة بين مدين والجزر. جلالة الملك أعطى أوامر ديالو السامية في الموضوع، من هم في محطشون قرار مسؤولين سواء السلطة القضائية سواء النيابة العامة كيناقشوا الموضوع بشكل يعني منفتح مع جميع الأطراف والمجتمع المدني. الرأي ديالك أستاذ أنت في الموضوع؟ الرأي ديالي هو رأي ديال اتحاد العمل النسائي اللي عبرنا عليه في المذكرة وأيضا في الترافع ديالنا أمام اللجنة، اللي هو مبدأ أساسي اللي هو مبدأ المساواة بين النساء والرجال داخل الأسرة، مبدأ أيضا ديال تقاسم المهام ديال الأسرة ليس فقط كشعار ولكن في الواقع وفي جميع فصول المدونة من أولها إلى آخرها، لأننا المدونة الحالية فيها فصول اللي كتعتبر ضرورة وجود المساواة بين الزوج والزوجة ولكن هناك فصول لتنزع، فبالتالي نحن ضد نهائيا بقاء هذه الفصول اللي منها عدم المساواة بين المرأة والرجل في الولاية على الأبناء، عدم مساواة المرأة والرجل في كل مظاهر الحياة الأسرية، أيضا إلغاء تعدد الزوجات اللي هو إلغاء المجتمع عمليا لا يتعدى 0. بعض الأرقام، فبالتالي المجتمع الغاه المساواه بين المراه والرجل في الارث باعمال العديد من الايات اللي فيها ايات ديال الوصيه، ايضا الغاء ما يسمى بالتعصيب اللي هو عمل او اجتهاد فقهي اللي عمليا لم يعد ممكنا ممارسته الان، لان الناس اصبحوا يتصرفون مع بناتهم كما يتصرفون مع ابنائهم. المراه ايضا ملزمه بالانفاق على العائله ديالها واقعيا تنفق على عائلتها، فبالتالي لم يبقى هناك أي مبرر لعدم المساواة بين النساء والرجال. أستاذ الله يوفقك في المسار ديالك، عندك مسار طويل. مشاهدينا الكرام، من أين ذاك الشبل من ذاك الأسد؟ أستاذة عائشة الخماس مدرسة صراحة سنين طوال وهي تضحي بالغالي والنفيس من أجل أن توصل صرخة مواطنة. بقي مع أستاذة ضروري تبقي معنا، غادي نتكلم الآن مع مها. شكون هي مها؟ مها التكنولوجيا الحديثة، شابة طموحة كما قلت في السابق، هي بطبيعة الحال كتاخذ المشعل أنه تستمر في اتحاد العمل النسائي من أجل بلورة الموضوع بطريقة مهيكلة ومدققة. هي بنت طنجة، فرع طنجة، تبارك الله شراكة الآن مع الاتحاد الأوروبي وهي خدت المشعل. غنشوف مع الموضوع مها أستاذة اللي مخضرمة تبارك الله، نتوما كتاخذوها كقدوة. بديتي هذا المسار تقريبا 5 أو 6 أشهر ونتوما كتوثقوا في معاناة النساء من جميع الجوانب، كيفاش بديتي هذا المسار؟ أولا الحملة اللي اتحاد العمل النسائي والجمعية الإسبانية عايدة كيطلقوها اليوم، كما قلتي التحضير بالنسبة لها كان أكثر من 5 أشهر، يعني تقريبا 8 ديال الأشهر. الهدف من هذه الحملة هو النشر ديال ثقافة المساواة وحقوق المرأة داخل المجتمع، ونبينوا القيمة والأهمية ديال المرأة في المجتمع كذلك، ونحفظوا القوانين الحقوق ديالها عفوا. يعني خلال هذه الحملة تعاملنا مع العديد من الجهات اللي الأهم ديال أهمهم الجامعات اللي كنشتغل معهم حاليا من أجل تحسيس وتوعية الطلبة كذلك، من خلال العديد من الأنشطة اللي كنضموها حاليا. تعاملنا مع العديد من الشخصيات اللي معروفة ممثلين وكذلك إعلاميين اللي شاركوا معنا في الحملة عن طريق فيديوهات اللي صورناها معهم واللي غيتم نشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الفيديوهات يعني حدثونا على تجاربهم الشخصية، على رأيهم حول وضعية المرأة في المجتمع اليوم. يعني كما قلتي هذه رحلة اللي بدأت منذ أشهر، واليوم وأخيرا يعني تمكننا نديروا الإطلاق ديالها. السؤال اللي عندي معك، يعني انا هضرتي معايا بشرح شويه اكاديمي، انا غنبسط انا وياك. انت بحكم انك الفرع ديال طنجة، يعني كيجيو عندكم نساء كتسمعوا معاناتهم،
كيفاش كتشوفي هذه الامور؟ هي بطبيعه الحال امور مؤلمه يعني في طنجه، وكما في العديد من الفروع ديال الاتحاد العام النسائي عندنا واحد سونتر ديكوت او مركز ديال استقبال ديال النساء ضحايا العنف، يعني يوميا كيتوافدوا عليه يعني نقدر نقول عشرات النساء اللي كيكونوا في حالات يعني صعبه، كاين اللي عندها الا ما عندهاش عنف جسدي كيكون تعرضت لعنف نفسي مثلا. يعني الجمعيه كدير العديد من المجهودات باش يعاونوا هاد النساء، يعني كيكون مثلا طبيب نفسي اللي كيشتغل مع الجمعيه اللي فيما كتكون شي حاله كتحتاج المساعده كيتم الاتصال بهذا الطبيب اللي كيجي كيدير تتبع مع الحال مع الحاله زعما اللي توافدت على الجمعيه. كاين ايضا من الناحيه القانونيه كاينين محامين اللي كيشتغلوا مع الجمعيه، يعني الجمعيه كتوصل لهم باش ان يكون محامي اللي يدير معهم التتبع يعطيهم استشاره قانونيه في القضايا ديالهم. و يعني كما قلت الجمعيه كتعاونهم ايضا في يلقاو يعني خدمه الولوج سوق العمل، يعني كنعاونوهم حسب النيفو ديالهم او حسب المهارات ديالهم انهم يحاولوا يوقفوا على رجليهم يوليو مستقلين ماديا. يعني على العموم هذه البعض من المجهودات اللي كدير الجمعيه باش يعاونوا النساء ضحايا العنف. يعني انت مرتاحه في هذا العمل، كتحسي بانك انت كتقدمي واحد الاضافه، يعني ملي كتساهمي بالضبط ما هو اجتماعي ما هو انساني ما هو قانوني لما لا، وبالاخص المراه يعني في منطقه في القرى كتحسوا اكثر معاناه النساء. كما قلت يعني كيجيو في حالات الجمعيه اللي هي صعيبه بطبيعه الحال، كما قلت يا اما عنف نفسي يا اما عنف جسدي، كيكونوا حالات مؤلمه انك تشوفهم. يعني احنا كجمعيه كنديروا ما في استطاعتنا باش نعاونوهم ونخرجوهم من داك الحاله باش يوقفوا على رجليهم يعاونوا وليداتهم يخدموا يوليو مستقلين. كما قلت لك يعني هذا هو الهدف الاسمى ديال الجمعيه. اختاريتي الرقم الصعب اللي هاد المدرسة، الله يوفقك يا ربي أستاذ عيشة الخماس، كنتمنوا لك التوفيق. مشاهدينا الكرام حاولنا ما أمكن أننا نوصل الرسالة، صراحة اتحاد العمل النسائي له دور كبير والحمد لله أنه كيتوسع أكثر، دخل في شراكة مع الاتحاد الأوروبي، الكل يساهم من أجل إيصال صرخة امرأة في المعاناة ديالها. مشاهدينا الكرام هنا كيتطرح سؤال، أين هو اتحاد العمل الرجالي؟ موضوع النقاش مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.